استضاف صالة المعارض في المركز الثقافي العربي بالحسكة معرض رسومات كاريكاتير منوعة للفنان الشاب عبد الله عبيد في أول معرض متخصص يشارك به. المعرض اليوم هو معرض ثقافي سياسي خدمي أجمل كل النشاطات أو الأخبار الخدمية التي حصلت في المنطقة من حرائق للمواسم، من قطع الكهرباء، من استخدام ورقة المياه. حمل رؤية تعبر عن مواقف سوريا في ثباتها، في صمودها وفي قدرتها على أنها هي الملاذ الذي يحمي السوريين، وأن هذه وأن سوريا قادرة ببعدها الحضاري أن تنهض من جديد وأن تورق وأن تسهم في شجرة الحضارة بالرغم من كل الصعوبات التي مرت بها. معرضنا المتواضع يلي كان هو بمثابة رسالة نقدمها للجميع الموجودين في سوريا وخارج سوريا، أنه نحن موجودين ونحن نقدر نقدم شيء ونقدر نبين معاناة شعبنا في المنطقة، شعبنا في سوريا في ظل احتلال أمريكي، احتلال تركي وأعوانهم، في ونجسد بعض هذه المعاناة يعني من خلال محاربة شعبنا في لقمة العيش، في لقطة الماء. إن شاء الله تتكرر هالمعارض، وشي حلو جدا أنه يعني موجود عندنا مثل هيك المعارض وفي شباب عم يبدعون بظل هالظروف اللي نحن عم نمر بيها. هو فن اجتماعي سياسي ناقد بأسلوب كوميدي ساخر، ويتمتع الفنان الكاريكاتير بروح معنوية عالية حقيقة تدعو وتطمح لتغيير إلى واقع أفضل. المعرض الذي يقام في إطار فعاليات ثقافية تقيمها مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور الثقافية عبر عن رؤى الفنان للكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والمعيشية، إضافة لجرائم الاحتلالين الأمريكي والتركي بحق أهل الجزيرة السورية وكذب المزاعم الغربية وتزييف الحقائق تجاه الحرب الإرهابية التي تشن على سوريا. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.